هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عطاء بلا حدود. قاعة الملكة للأفراح والمناسبات طبرق، تجهيزات كاملة بأرقى وأفخر أنواع الأثاث. قاعة النساء، الراحة والانسجام تلقاها عندنا في قاعة الملكة بسعة مريحة تسعى لـ500 فرد. أجود وأفخم الاستعدادات تلقاها على كل طاولة داخل قاعة الملكة. قاعة الرجال، تجهيز كامل بتكييف وأحدث أنواع الصالونات الفخمة، تسعى العدد 1500 فرد داخل القاعة. للتواصل مع قاعة الملكة للأفراح والمناسبات يرجى التواصل معنا على الأرقام التالية أو زوروا موقعنا على صفحة فيسبوك قاعة الملكة للأفراح والمناسبات. عنواننا طريق مساعد جنب فندق الخليج. هات إيدك في إيدي يا ليبي وليبي، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبيا وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا هات ايدك في ايدي يا ليبيا وليبيا، اليوم جبتوا الحرية من ابن بلادي. هيا علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. علي قدرك فوق الراس وترابك غالي وينباس، عشنا فيك أجمل إحساس نفدوك بحب وإخلاص. فيك أولادي يا أرض أجدادي، نحبك يا بلادي يراك الله. تهوني نعطيك عيوني وفي قلبي تكوني نبض الحياة. شخصية محبوبة داخل مدينة طبرق هو عربي محبوب داخل المدينة ودائر قاعدة شعبية ويمتلك حرفة الخياطة، له 34 سنة داخل مدينة طبرق. ما تمشيش بعيد في ليش ما تبدأ. ودخلنا المحل عمي بالخطاب. طبعا عمي بالخطاب دائر زباين ومعروف في طبرق، وقبل ما نبدأ معاه نتعرف عليك أستاذ. برأيك محمود ببكر، مرحبتين بك. نحن برنامج ليش ما تبدأ، برنامجنا يخص الشباب، يعني كيفية كيف إن الواحد يبدأ في حياته بعمل ويبدأ يعني يسترزق برزق حلال ويسعى. طبعا كمثال الخوتنا العرب اللي عايشين معنا في ليبيا، عمي خطاب عبد الله عايش معنا هنا له 34 سنة ويمتلك حرفة الخياطة، وإن هو هذا مثال نضربه به الشخص الإيجابي ومش السلبي. أنت كم لك تعفى؟ والله محمد 15 سنة وأكثر. خير 15 سنة تعرف عمي خطاب؟ نعم. تمام، أنت شنو العمل يا أستاذ؟ بداية عرفنا بنفسك، من حضرتك؟ نبيدي ما عنديش عمل، ناخذ بحافظة. ناخذ بحافظة. حافظة؟ نعم. تمام، ما عندكش عمل في الدولة؟ ما عنديش عمل بالدولة بكتي والله. باه، متزوج تعول الأسرة؟ متزوج نعم، عندي 4 عيال. تبارك الرحمن، ربي يحفظهم لك. باهي، كم لك متزوج؟ والله تو قريب 15 سنة، قريب 17 خرب. ما شاء الله، طيلة ال 15-17 سنة هذه، شنو عملك؟ شنو حرفتك؟ كيف تسترزق على حالك؟ وشنو أكيد عندك عمل تخدم بيه تقشر على حالك؟ تشتغل تاكسي ومشي حالك يعني لك 15 سنة وأنت تخدم تاكسي يا أستاذ؟ تاكسي. تاكسي؟ نعم. ما مريتش بمراحل اخرى، خدمت حاجه اخرى مثلا هيك؟ والله خدمت فتره بشركه خدمات هذه وسيبتها. خدمات؟ نعم. تمام، يعني سعيت؟ لا سعيت الحمد لله، والامور تمام الحمد لله رب العالمين.
باهي يعني بكونك انك انت يعني رب اسره وتعول اسره ربي يحفظهم لك، وقلت لي لك 15 سنه متزوج ولا لا، وما عندكش عمل هو موضوع الحافظه ولا لا. اي نعم، ولكن طيله الفتره هذه انك انت يعني في دخل يخش عليك من 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 خلال سعيك انت، انك انت قلت لي خدمت في الخدمات وحاليا تاكسي. اي نعم اي نعم، ربي يبارك لك لولا. الله يبارك فيك والله. الله يسلمك. الله يسلمك. نحن محور برنامجنا يخص فئه الشباب. نعم. طبعا الله يسلمك. نحن عارفين ان البلاد يعني علي مر الظروف اللي تمر بها، بس برضو بلادنا فيها خير وفيها رزق، واللي يسعى يلقى ولا لا؟ نعم صح. نعم هسه اقول لي نيتك بيضة ومشي حالك وربك قاعد موجود، كان رزق يجيك اكيد. في اللي تلقاه راقد في حوشه ويقول لك والله الدوله ما دارت لي شيء. لا سيبك منها، هذه يعني هذا اتكالي، ويبي الدوله تعطيه فلوس وراقد وني، لكن اشتغل عاد يسعى البلاد فيها شغل واجد. كيف شنو مثلا لو سالتك؟ في تاكسي، وفي اللي عنده حرفه، وفي اللي يركبوا في ديار نوم، وفي في شباب واجد عندهم حرف ويشتغلوا. تمام. مش عابين على الدوله. صح. نحن برضو بهذا كله من بوش نقولوا ان حتى الدوله يعني ما لهاش دور، كيف ما نعرفوا ان مفروض ان الدوله حتى تهتم فئه الشباب الخريجين وتشجب عملهم وتشجب امورهم، يعني هذا يعني ما نبوش نحطوها شماعه نحن للامانه، ولكن يعني في دور الدوله معينه ناس عندهم ما تاخذش في مرتبات غير اسمنا معين، بس في حتى عندي ما عنده من زمان معينه ما تاخذش في مرتب عن تو ولا 10 سنين والله. والحياه ما توقفش يا ما الحياه ما توقف، والرزق على الله يعني. سالم انت طالب ولا مهندس مدني؟ مهندس مدني. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بلادنا فيها كوادر وفيها شباب تعطي ليبيا، ما شاء الله ربي يحفظ لك يا حاجه. خويا سالم انت تخرجت في 2012. ما شاء الله. عندك عمل حكومي ولا ما عندكش؟ متعين. نعم متعين تبارك الرحمن. باي طحنا في شخصيه متعينه ما شاء الله. تمام. الى جانب تعيينك خويا سالم، الى جانب تعيينك عندك حرفه اخرى، عمل اخر تخدم فيه في مجالي؟ بس في الهندسه المدنيه. هندسه مدنيه فقط؟ نعم هندسه مدنيه فقط. تعرف اصحاب مثلا خريجين حتى هم ما حصلوش عمل واشتغلوا في اشغال اخرى مثلا حرف اخرى؟ واجد واجد واجد. تقدر تقول نحن الليبيين ونحن صغار ما تعودناش على الخدمه، يعني قرينا هلنا تعبوا علينا قرايه مش زي المصريه مثلا في معاهد تعليم مثلا زي السباكه زي الياسه زي يعني زي الحرف هذينا. احنا ما عندناش هلنا تعبوا علينا قرايه عند عمرك 23 سنه بعدها من ضغط القرايه وني ما عادش تقدر تقرا، ما عادش تقدر تخدم خدمه اللي تبي تاخذ راحه، وما تعودناش نحن الليبيين مش زي العالم الاخرى. فهمت؟ شنو السبب تشوفه؟ تو نحن هنا في معاهد للامور اللي انت تحكي فيها يعني كان موجوده يعني جان هندون يعني مش زمان. تمام. ما مرش علي في طبرق محد تعليم بكل زي الياسه زي سباكه زي اي حاجه صناعيه. يعني هذه فكره نوه عليها اخويا الباشمهندس سالم، اللي هو يعني فعلا هنا يجي دور الدوله ان هي مثلا بالشنان نمي شاب ونخليه ان هو يمتلك حرفه، نفتح له انا مثلا معهد خاص او جهه ورش خاصه بالامور هذه باش هو يعود روحه وتقعد يد العامله حتى يد عامله ليبيه، برغم ان نشوفوا شباب ليبيين توا في منهم من يشتغل في الكهرباء في السباكه في المقاوله، ما شاء الله الله اكبر يعني في. صح صح. اغلبهم في ليبيا زواق قزواك سباك سهلات، لكن الياسة بناي حاجة واعرة يعني صعب انك تلقى لي بيك. اغلبها مصرية عمالة خارجية كلها ما شاء الله. كيف ما قلت لك نحن ما تعودناش او نحن هكي ما عادش تفهم الشعب اش المواطن في شيء ما تعودش يبي. نحن نبو كل حاجة جاهزة تقدر تقول لي بين نحن نبو كل حاجة متعودين على الحرف والمهن المرتب، يعني اكثر شيء انهم مش عايبين على المرتب. معظم الليبيين ما عايبين على المرتب، وهذه نقطه يا حاجه نحن يعني نعالجوا فيها. الشباب الليبيين نقطه سلبيه عندهم في حرف كثيره، يعني فيه يكون خباز فيه يكون ممكن القمامه عادي مش عيب شرف،
في مجالات واجد اللي يشتغل بيه، في ممكن في المستشفيات عامل نظافة، ما كلش معتمدين على النظافة اللي برا، العمالة اللي برا لا، شبابنا واجد قاعدين من غير شغل. أهم حاجة هم يعني المفروض هم اللي يشتغلوا ويتولوا النظافة في المدارس أو في المستشفيات أو في الأماكن العامة، يعني تبحث على عمل تلقى زي الأستاذ عبد الله، يعني نعرفه من أكثر من 40 سنة مش من توه، كان خياط ممتاز، كنا إحنا طلبة كنا نخيطوا عنده. صدقتي صح. يعني مش حجة إنك مش ما عندكش عمل، فيه بس في كسل. في كسل وفي تقصير حتى من الدولة، لأنا ما فيش مصالح، ما فيش يعني تحت لهم حرف. عودنا لكم من جديد ومعايا عمي عبد الله خطاب، نرحب بيك يا عمي عبد الله. اهلا وسهلا بك، الله فيك. الله يسلمك، ان شاء الله كسانت طيب، كل عام بخير بصحه وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك العزيز. الله يسلمك عمي عبد الله. لاحظنا وشفنا ان ما شاء الله يعني عندك شعبيه داخل مدينه طبرق والناس كلها تعرفك، وبدايه انك انت يعني حرفه الخياطه. حرفه الخياطه هذه بدايه المشاهد الكريم واللي بنعطوا مثل انك انت يعني خونا من المغرب الشقيقه وقاعد في ليبيا لك 34 سنه وتمارس في هالحرفه. بدايه عمي عبد الله، امتى بديت الخياطه انت في المغرب؟ انت من علمها لك ومن شجعك عليها وكيف بديت؟ كيف كانت بداياتك؟ والله البدايه عاديه، البدايه الخياطه كنت نحبها وكل حاجه وهذه هم اللي رزوني عليها. سنة كم يا عم عبد الله؟ في السبعينات. في السبعينات بديت انك انت تخدم؟ في السبعينات بديت نخدم، في عمري 8 سنين 9 سنين هيك. الله اكبر، ما شاء الله، هذا رقم قياسي. يا ما شاء الله. قعدت كم سنة وانت تخدم في المغرب؟ يعني بداية 7-8 سنين انت بديت تتعلم في الحرفة. الحرفة اخذت فيها التعلم ديالي، اخذت فيها تقريبا 12 سنة. كملت الحرفة تاعي. ما شاء الله. جيتك ليبيا سنة كم يا عمي عبد الله؟ والله سنة 88. 88 جيت للأراضي الليبية. بعد الضربة ديال ريغان. ما شاء الله. بعد ضربة ريغان خشيت ليبيا. ما شاء الله. تذكروها. جيتك قلت لي ليبيا، جيت طبرق